you السلام عليكم مرحبا جميعا واهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا جميعا بخير النهارده هنتكلم عن فيديو موضوع مهم جدا وهو خيوط التطريز هحاول على قد ما اقدر اجمع لكم كل الانواع اللي موجوده في المجال واللي اغلبنا بنستخدمها واللي متوفره دايما في مصر أه واتمنى يكون الفيديو شامل آه ليكم بحيث ان انتوا تقدروا ترجعوا له في اي وقت انتوا حابين تاخدوا منه معلومه او تعرفوا عن الخيوط اي معلومه او اي حاجه انتوا حابينها آه فاول نوع هنتكلم عنه وهو المالوني الخيط المالوني آه يعني متوفر جدا ومنتشر جدا في مصر في منه انواع كتير في منه فرنسي وفي منه الصيني فاغلب اللي موجود في مصر هو النوع الصيني او المنتشر جدا هو الصيني الصيني في منه اشكال كتير جدا زي ما انتم شايفين كده يعني اشكال انواع كتير اول نوع هو ال اللي هو الجي ال سي ال... 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 طبعا عايزه اقول لكم ان الانواع اغلبها بيكون قطن واغلب في انواع يعني بيكون فيها بلاستر وكده فالجيل سي ده انا جربته كان حلو جدا في درجات الوان مش موجوده في علب تانية ولا في ماركات تانية الجي أه ال سي يعني هو 100% بلاستر فمش قطن صافي فاهمين أه لكن درجاته حلوه جدا وبيدي نتائج هايله جدا في الشغل النوع التاني وهو الجي تي الجي تي ده مميز في انه ما في الماء قطن كمان هو برضو نوع صيني بس هو في الماء في قطن زي ما انتم شايفين كده وكمان بتيجي كل شلة بتيجي عليها الدرجة بتاعتها او الرقم بتاعها دي حاجة مهمة شوية يعني بتكون حاجة مميزة لنوع الخيط أه بتيجي في الوان كتيره جدا ومميزه برضو أه كنت جبت الاربعين شله باربعين جنيه فكانت شلة بجنيه يعني كان سعرها حلو قوي تالت نوع معنا اللي هو الانتر بيرد أه ده حلو قوي برضو تمانية متر وقطن أه فده نوع كويس قوي فيه لمعه جميله جدا أه درجاته حلوه قوي وناعم يعني الملمس بتاعه ناعم لمعته حلوه بيدي نتائج مذهله جدا في الشغل ويعني اغلب, ال... أغلب ال... الناس بي... بيحبوا يشتغلوا بيه وكده النوع اللي بعد كده اللي معانا ده انا كنت جبتهم شالات فرادني ف فم... يعني لسه ما جربتهمش كويس ومش عارفه حتى اسم النوع وكده. آ... نرجع للجي تي فهو في حاجه برضو الجي تي ان هو الن... اللون بيبقى مطفي شويه مش بيكون زي مثلا الشلات التانية او الماركات التانية بتكون اللون فيه لمع شوية وكده بس هو مطفي بس آه آه النوع اللي بعد كده معانا هو الفريندشيب ريد وده برضو مية في المية قطن زي مقارب شوية للانتر بيرد أه لا في لمعة أه ناعم شوية وكويس مع مع المالوني وكده أغلب المالوني اللي هتلاقوه الخمسين شلة بخمسين أو العلبة المية بمية وممكن تلاقوها أقل أقل في السعر في محلات تانية وكده أه فموجود منه كتير وطبعا في منه بقى اللي هو الفرنسي منه اللي هو دي ام سي بس طبعا في مقاطعة وكده للمنتجات الفرنسية فده المالوني الصيني بديل كويس قوي للدي ام سي وان يعني حتى لو ما جابش نفس النتيجه اللي بيعملها الدي ام سي لان برضو الدي ام سي يعني مميز شويه في الشغل بس ده برضو بيدي نتيجه كويسه جدا ومعقوله آه بعد كده معانا اللي هو المالونيه برضو بشكل مختلف وهو بيكون مجدول بالشكل اللي قدامكم ده آه انا كنت جبت الخيوط دي من صفحه على الفيسبوك آه جبت منها يعني كمية كبيرة عايز عايزة اقول انه مش كل الخيوط قد بعضها يعني يعني في شلة بتبقى كبيرة في شلة بتبقى صغيرة فمش بتيجي بنفس ال الحجم اوكي فممكن لون مثلا انتي حباه او انتي عايزه منه كتير ممكن يجيلك منه شله كبيره ممكن يجيلك منه شله صغيره انتي وحظك بقى فهو, فهو ده بالوزن غير كده هو حلو قوي ويعني تأثيره الأفكت بتاعه في في الشغل بيكون كويس جدا بيكون كمان مناسب للمشاريع اللي بيبقى بتبقي محتاجة فيها خيوط كتير أو يعني كمية كبيرة من درجة واحدة من الخيط بيكون بيجي بشكل كده مجدول وهحاول أفرد لكم اوضح لكم هو بيبقى عامل ازاي ليه طرفين على فكره مش بيبقى كله موصول ببعضه لا هو عباره عن قطع خيط متجمعه مع بعضها ليها طرفين وملفوفين يعني مطوي وملفوف هو بيبقى كده يعني بيبقى عباره عن قطع خيط متجمعه مع بعضها للناس اللي ما تعرفش وكده اه زي ما قلت لكم هو آه كويس آه طبعا انا ما اقدرش اقول لكم اذا كان هو بيبهت على القماش ولا لا لان انا ما كل القماش حتى صاحبه الصبح الصفحه قالت ان هي ما اختبرت معظمهم فانا لحد دلوقتي يعني استخدمت شويه منهم ما بهتوش على القماش ولا عملوا اي تاثير مش لطيف في اثناء الغسل او كده او تنظيف القماشه وكل او, أو قطعه العمل وكده فلسه ما اقدرش اديكم تمام عليه ان هو كويس تالت نوع معانا وهو الكوتون بارلي الكوتون بارلي في منه آه انواع كتير يعني دلوقتي كمان بقى منتشر اكتر من قبل كده قبل كده كان النوع اللي هو المصري مصر البيضة تقريبا آه يعني انا مش فاكرة الشركة بالظبط بس النوع ده كان آه انا جبت منه كمية فلما استخدمتها في الاول ايام بداية تعلمي كده لقيت ان هو معظم الشلات اللي بتبقى يعني في الوان كتير منه بتبهت وبتبهدل الدنيا بتبوظ الشغل جدا فهو مناسب ليكي لو هتتعلمي هو سعره قليل ممكن تكون الشلة دلوقتي وصلت 3 جنيه تقريبا او اتنين ونص حاجة كده مش مش عارفة بالظبط لان انا بقالي كتير جدا جدا يعني ما اشتريتهوش في بقى دلوقتي لو هتجيبي النوع اللي هو الرخيص ده في نوع تاني يعني برضو مصري وهو انا مش قادره اتذكر اسم الصفحه قوي آه بس هو كويس جدا بيكون عشر شلات ب جنيه او خمسة وتلاتين اربعين جنيه على حسب انت جايباها منين مش بيبهت وشغله ممتاز وكل آه زمايلي في المجال بيشكروا فيه جدا لابعد آه درجه في نوع تاني بقى اللي هو الكوتون بارلي الفرنسي او المستورد وده يعني بيكون متفاوت في في أسعاره في نوعه خاماته البلد اللي موجود معمول منها يعني أو متصنع فيها فيعني في تختلف كتير في المجال ده يعني في النقطة دي طبعا عايز أقول لكم إن في أنواع كتير جدا جدا من الخيوط بس يعني بيختلف على إنتي هتخرجي العمل إزاي في كمان يعني طبعا التطريز ما بيرحمش في نوع بقى خيط كروشيه هو اساسا للكروشيه ولكن احنا بنستخدمه في التطريز وهو اليزا ديفا ديفا اللي هو ال ال بيكون انا اسفه قوي على البلور ده اليزا ديفا سلكي افكت بيكون رفيع كده وبيدي تاثير حلو قوي في الشغل بيكون مناسب في اغلب الاوقات لل... للكتابه آه للعمل اللي هو بيكون محتاج درجات آه كتير او آه تأثيرها يعني حاجة تكون تأثيرها آه كبير شوية او ضخم شوية عن تأثير المالونية او الخيط العادي آه حلو جدا في الكتابة وفي عمل آه وردات وتطريز تطريز بي يعني بيكون مختلف ومميز جدا وحلو قوي الشلة الواحدة تقريبا بتكون بعشرين جنيه اتنين وعشرين يعني مش بتزيد عن خمسة وعشرين جنيه على حسب المكان اللي انت جايباها منه كده انا كنت جايباهم الشلة الشلة بعشرين فكان يعني كان كويس أوي وكان حلو جدا بيكون حلو قوي في الكتابة زي ما قلت لكم ومش بيوبر ولا بيعمل اي حاجة من التأثيرات التانية المختلفة دي بعد كده بقى عندنا ي... عندنا خيط اللي هو ال... اللي هو الدي ام سي ولكن الدي ام سي البكر انا كنت جبتهم من فتره يعني مش من فتره كبيره قوي يعني من فتره يعني قبل قبل الاحداث الاخيره اللي حصلت في في, في, في فرنسا وال وال والحاجات اللي حصلت دي آه فانا كنت جبتهم آه وبصراحه حلوين جدا آه كنت جبتهم مئة آه شله ب 110 تقريبا ممكن تلاقيهم ب 115 او ب 100 اكتر من مية كده يعني آه عموما هو الخيط ده بيكون حلو قوي يعني بيدي تأثير كويس في الشغل وكده الشغل بيه عادي ممكن تـ تـ تلف الخيط كذا مرة او تثني تتني الخيط علشان انت مثلا تعملي تلات آه 3 فتلات مع بعض او اربعة او خمسة على حسب انت عايزة سمك الخيط قد ايه برضو ده النوع ده مصري كل ما الاقي بكرة خيط مع ماما اخدها منها عادي جدا درجة عجبتني اخدتها مفيش مشكلة خالص ال الدي ام سي اللي هو البكر ده فيه لمعة حلوة قوي ناعم يعني ممكن ممكن عيبه الوحيد معايا ان هو بي بيسيب من ال من الابرة كتير جدا يعني طول ما انا شغالة ممكن اعقد ال احط الخيط في الابرة يعني عدد مرات لا نهائي لحد ما زهق منه بصراحه ولكن غير كده بيدي تاثير حلو في الشغل مش بيعقد بيكون سلس كده وانت شغاله يعني فهو تاثيره حلو قوي البكر والدرجات منه تجننه حلو قوي هو كان يعني كان بيتعمل من يعني كان كان بيتصنع من زمان شويه ف اعتقد دلوقتي في بنات كتير بيقولوا انه موقفوا تصنيعه او انتاجه من فتره طويله يعني فهو الخيط ده حلو جدا في التطريز بصراحه يعني أه البديل بقى بتاعه واللي اقدر اقول لكم عليه و يعني او ارشح لكم 100% هو خيوط التعاون المصري احلى خيوط حرفين اشتغلتها خيوط مصريه 100% الوانها ثابته و في الماء البكرة بتيجي خمسمائة متر هو اصلا خيط للخياطة يعني مكان الخياطة والحاجات دي مش للتطريز بقى اليدوي وكده فالبكرة بتيجي فيها كمية كبيرة جدا ومش بيبهت بحكم ان هو معمول علشان مكان الخياطة والهدوم والمجال ده السكة دي من, من الشغل فخيط ممتاز بصراحة البكره بتيجي متينه يعني مهم ان انتي يعني عارفه عارفين عايزه اقول لكم برضو معلومه صغيره او ملاحظه صغيره تاخدوا بالكم منها انه يعني لو الخيط اشتريتوه من, من مكان الخيط عنده مركون اصلا او ما فيش سحب كتير على انواع انواع الخيط هتلاقوا ان الخيط يعني شايط شويه كده زي ما بيقولوا غير كده بيكون متين جدا وحلو قوي في الشغل كمان بقى ميزته انه في درجات تجنن الدرجات كمان نادره جدا مش بنلاقي منها في المالونيه والعلب الكبيره غير مثلا شله او اتنين ومش بيكفوا لان احنا يعني اغلب الشغل بيكون بيهم درجات البينك درجات الاحمرات والـ والـ واللبني والازرق والاخضر بفي درجات حلوه اوي 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 كمان يعني بتبقى مناسبه لل للشغل بتاعنا المتكرر والوردات اللي احنا بنعملها او لكل الحاجات يعني بس انت بتعملي حاجة معينة فحلوة قوي قوي يعني بيكفي كتير جدا وجربته ان انا عملت مثلا بيه الغرزة البرازيلية والبوليون ستيتش وعملت بي اللي هو الـ كل الـ كل, الـ كل الغرز اغلب الغرز اللي هو الكبيرة بقى بتحتاج خيط كتير وكده بتتعمل وحلوة جدا كمان الاهضرات منه تتجنن درجات بجد والله العظيم حلوة قوي قوي يعني أنا والله يعني خيط يا جماعة حلو جدا من الآخر يعني هتوم ما تتأخروش يعني ما تترددوش أن أنتوا تشتروه درجاته حلوة وتجيب معاكي وقت طويل وت تقدري تشتغلي بيها كتير من غير ما تخافي مثلا ان هي تخلص منك في نص الشغل او ان يعني انت ممكن ما تلاقيهاش بعد كده لما تروحي المحل وكل الحاجات اللي بنبقى قلقانين منها دي في كمان درجه الواد الذهبي درجه برضو يعني اللون مميز وحلو قوي في الكتابه وبنستخدمه اللي هي الاستخدامات الخاصه بتاعته دي ف يعني انا برشح لكم الخيط ده والنوعيه دي جدا أحلى نوعية اشتغلت بيها بصراحة وتأثيرها في الشغل بيبقى جميل قوي فلا تترددوا ان انتوا تجيبوا وسعره رخيص قوي يعني في محلات بتبيعه مثلا ب جنيه ونص في محلات تانية تلاقوها ب جنيه في محلات تلاقوها ب جنيه يعني على حسب المكان اللي هتشتروا منه في انواع بقى تانية او في نوعيات خيوط تانية وهي خيوط السرمه ده انا كنت اشتريته من فتره يعني لا باس بها بصراحه بس يعني من الانواع اللي ما عجبتنيش خيوط خيوط السيرما احنا بنستخدمه في, في استخدامات كتير يعني ممكن معظمها بيكون كتابه مثلا حاجات بندخلها في الشغل كده يعني مهم ان انتوا تختاروا نوعيه كويسه للسرمة لان في انواع منه بلاستيك زي اللي انا اشتريتها دي وما كانتش حلوه خالص في الشغل كانت بت بتفل كده او بت تفك مني في ال... وانا شغاله فكانت بتضايقني كده وبتزعجني جدا فخدوا بالكم من ف... من الخيط السلمه انتم بتشتغلوه وانتوا بتشتروه لان حتى النوع التاني اللي انا جبته ده يعني انا جبت النوع التاني كمان اللي هو ده برضو مش حلو خالص يعني عارفين اللي هو آه آه فتل رفيعة كده او حاجة كده عاملة زي الشعر كده رفيع قوي وملفوف عليها الذهبي والفضي ده فلو انت شغاله برضو بيفك منك القشره او الطبقه اللي هي بره اللي هي فيها اللون دي فبرضو ما عجبنيش يعني انا بقولكم لكم عن واقع تجربتي بالخيط ده او بالنوعيه دي طبعا برضو يعني مش قادره اقولكم انا انا برده بستخدم انواع تانية يعني حتى خيوط ال الكروشيه مش سلمة مني بصراحه المهم في نوعيه خيط انا بستخدمها علشان املى مثلا بيها الكتابه او اعمل بيها الايفكت اللي هو بيكون عالي شويه بيخلي الكتابه بارزه شويه فممكن نستخدم فيها خيوط الكروشيه العاديه وكده ف دي اغلب الخيوط اللي انا استخدمتها لحد دلوقتي اتمنى حقيقي ان انا اكون افدتكم وقدمت لكم حاجه جديده او معلومه انتوا يعني ما كنتوش تعرفوها اتمنى حقيقي دعمكم وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتقولوا لي اذا استفدتوا ولا لا في الكومنتس هستنى كومنتاتكم ودعمكم ليا ومع السلامه